اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم بمقطع جديد في ازاي تعمل خلفيه للفيديو بتاعك. انت واحد بتقدم ماينكرافت، بتقدم فيديوهات كتير عن ماينكرافت، ولكن بتشوف يوتيوبر بيعملوا خلفيه مثلا بالشكل دوت، وتقول ازاي بيعملوا حاجه زي كده، بيعملوا مثلا حاجه بالشكل ده. الموضوع جدا سهل. في احيانا حاجات تتطلب انك تصورها من داخل اللعبه، وحاجات بتبقى محتاجه برنامج الفوتوشوب، وحاجات من موقع معين. انا بسطت لك كل حاجه قدامك اكتر من طريقه، بس انا هديك النهارده طريقتين، وهما من اسهل الطريقتين اللي ممكن تستعملها. اول طريقه، وهي من السهل جدا جدا، انك تدخل على الموقع دوت. الموقع ده بيقدم لك مجموعه ناس بيقدموا، اذا كانوا يوتيوبر او غير كده، بيقدموا صور هما بيتعبوا فيها، ولكن بيدوها لك انت ببلاش، تقدر تحط عليها السكنه بتاعتك. ولكن مثلا انت في النظر والحلقات على الهروب مثلا من الخنازير والكريبر، تمام؟ فبتضغط مثلا على الصوره ديت، استنى اتحمل معاك، وبيقول لك هنا ده مثلا ستيف، بيقول لك هنا اختار السكن بتاعك. انا مثلا ممكن اضغط هنا وليكن مثلا هو ده السكن بتاعي، اضغط عليه كده، استنى شويه وتلاقوا السكن اتركب بالشكل ده. طب هتقول لي ازاي بقى نستخرج؟ دي الشاشه بتاعتي، فانت ممكن تستخرج 1080 تبقى جوده كويسه جدا، وعندك بي ان جي لو حابب تقصه يبقى التعديل اسهل لو انت بتستعمل فوتوشوب. وبعدين بتضغط على داونلود، بتنزل معاك الصوره بالشكل ده جاهزه، كمان انك تقدر تحطها خلفيه للشاشه، فمش محتاجين الكلام. دي الطريقه الاولى، وهي من اسهل الطرق اللي ممكن تستعملها. عندك بقى الطريقه الثانيه، واللي هو محتاجه منك بقى كوبايه قهوه، تركز معايا. الطريقه الثانيه هي بتبقى صعبه شويه، عايزه وقت اكتر. يعني انت كواحد اتعلمت مونتاج كويس، اتعلمت فوتوشوب كويس، ولكن مش عارف ازاي تطلع صوره ماينكرافت. تقدر تطلعها باشكال كتيره متعدده، وفي الاول وفي الاخر دي محتاجه منك مخيله، ويبقى عندك عالم تاني غير العالم الواقعي اللي احنا فيه. اول حاجه انك تعملها طبعا عشان الحاجات دي مثلا انت لو فكرت فيها تقول هنا في اضافه، هنا في خلفيه معينه، هنا في حاجات متركبه، في شادو هنا صغير متركب، شادو هنا برضو، الشادو هنا ده خفيف جدا، ودي كل الحاجه دي كلها موجوده. بقى انت بتقول انا عرفت اعمل كل حاجه الا الشخصيه ازاي احركها والكلام ده. في ناس بتقول لك ادخل ماينكرافت وخلي وراك صوف اخضر وقص، لا 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 لا، سيبك من الكلام ده كله، ده صعب وهياخد منك فتره طويله جدا عقبال لما تقص. انا برشح لك برنامج سهل جدا هيساعدك في الكلام ده كله، وهو البرنامج ده. ايه لازمه البرنامج ده؟ هو بيديك صور بس، هو اصلا البرنامج بتاع مونتاج ماينكرافت. انت لو عايز تعمل فيلم ماينكرافت والكلام دوت دون تصوير بالايدي والكلام ده، انت عايز تمنتج كل حاجه، عايز تركب القطع، عايز تركب وتركب حاجات كتير، فهو البرنامج ده بيبقى سهل وفي نفس الوقت مجاني مش بفلوس. واللي يقول لك هو بفلوس فاك منه. تضغط على داونلود، بعد ما تضغط على داونلود وتنزل البرنامج هيفتح معاك بالشكل ده، ولكن اعمل حسابك هيبقى فيه هنا صورة نجمة. ازاي بقى افعل البرنامج؟ هتنزل تحت تختار ابجريد، انزل تحت الابجريد ده عشان هيشيل لك العلامة دي، تمام؟ انت دلوقتي التوتوريال بتاعك هيبقى فيه عليها، معاك فلوس تقدر تتبرع ليهم لو انت عجبك البرنامج كل حاجة فيه، ومعاك تديهم فلوس ماديا اتبرع لهم. مش معاك دوس هنا على العلامة دي، دوس جيت ان كي، هيديك كي، تضغط على النجمة اللي هنا كي ويقول لك مبروك انت ثبت معنا البرنامج كده، معاك البرنامج ببلاش. ازاي بقى تستعمل البرنامج؟ عامة ده شغل جاهز انا بحب استعمله، تمام؟ عندك بالشكل ده. عايز تتعلم اكتر في البرنامج، شوف شروحات من اي يوتيوبر تاني وتعالى كمل الفيديو لو عايز، بس انا هديك الحاجات اللي انا متعلم. هنا بتضيف شخصية، هنا بتضيف هيكل معين اذا كان في لعبة او في غيره، هنا بتضيف اسلحة او موارد، ايه الحاجات الموجودة في اللعبة عامة، وده كله جاهز، يعني مش محتاج انك تعمل اي حاجة. عندك هنا مكعبات لو عايز تحط مكعب معين، عندك هنا شيستات لو عايز تعمل اي حاجة من ديت، انت فاهم؟ وانت وخيالك. عندك حاجات كمان متحركة والكلام دوت، وعندك شادو، عندك هنا الشادو، وعندك هنا حاجات متحركة زي هارد بتطلع كيك، وشوية شعلة هنا، وهنا انفجار بتاع التي ان تي، وكلام تاني كتير مش عايزين نعمق فيه، وده بتاعت الكام والكلام ده. انت مش محتاج الحاجات دي كلها، ده كله على الفاضي. انت كل اللي محتاجه تعمل حاجة زي كده. وليكن انا هضغط هنا مثلا، هضغط كرييت شخصيه ستيف مثلا، واضغط هنا واختار السكن. السكن تضغط هنا على براوزر وتختار السكن تبعك. بعد ما تختار السكن هيظهر لك هنا بالشكل ده مثلا، ده السكن بتاعي اهوت، تضغط كرييت. زي ما انتم شايفين هيظهر معاك بالشكل ده. انا طبعا مش حاطط كرييت لستيف قبل كده، فوليكن مثلا هخفي دوت، تمام؟ ازاي بقى تعمل خلفيه كده؟ اول حاجه تختار ديت، شيل دي كده خالص مش لازمه، شايف دي يقفلها لو مفتوحه، اضغط بقى هنا. هنا بقى تعمل ايه؟ هنا شوف سكاي، سكاي ضله الكلام ده، فاقفلها نن. اظبط انت الشمس، خليه مثلا فاقع في وشك، ما يبقاش مضلم كده.
عشان ما تكونش الصوره باينه. مثلا هنا زي ما انتم شايفين كده الشمس عامله بالشكل ده، فما يكونش ضايع قدامك، خليها مظبوطه مثلا بالشكل دوت، اظبط الدوائر بالظبط. انزل تحت كمان شويه، هنا السكاي خليها لون اخضر، وليكن اخضر مائل سن على اسود عشان ما يجيبش اي الوان تانية. ولو انت اصلا سكيناتك فيها لون اخضر حاول تجيب لون مش موجود في الشخصيه بتاعتك خالص. انزل بقى تحت هتلاقي الحاجات دي كده كلها، ما تلعبش فيها، ما نصيحه ما تلعبش فيها. تلاقي عندك هنا السحاب دي لو متفعلها اقفلها، هتلاقي برضو عندك هنا الارضيه دي لو متفعلها اقفلها عشان تبقى يكون معاك بالشكل ده. هتقول لي بقى ازاي اعمل وضعيه الشخصيه؟ موضوع سهل جدا ومش محتاج منك حاجه، ديت لو انت هتبعد الهيكل عن الشخصيه ذات نفسه، فانا ما تلعبش في الحاجه دي خالص، العب فيه. هنا هنرفع مثلا الشخصيه ايديها فوق شويه، ممكن مثلا ديت بقى اضافه حلوه جدا، ممكن نعمل كده وكده ونيجي مثلا بزاويه ونقول مثلا هو بيسلم على حد. دي مثلا ممكن نجيبها كده شويه، ممكن الرجل وليكن هنجيبها كده شويه، ننزلها تحت شويه صغيرين ونمسك الرجل الثانيه. الموضوع بس بياخد منك فتره اطول، وليكن مثلا دي خليها زي ما هي، ولكن نقفل دي كده خالص ونزودها لقدام كده، زود كمان كده شويه، مش عارف حاسس ان لو هيقع، ولكن مش بطاله تحس انه ماشي وهيكيف على وشه. فكده انت عملت هيكل شخصيتك، بتظبط الزاويه اللي انت عايزها على حسب الفوتوشوب زي ما احنا بنقول، الزاويه اللي انت في مخيلتك، تمام. اظبط الزاويه كده بالظبط واختار اللي فوق دي، تختارش اللي جنبها، دي بتاعت الفيديو، انت مش عايز تعمل فيديو، انت عايز تعمل صوره بس. اختار ديت مثلا 4K او 1080 بس عشان الجوده تكون معاك كويسه. تضغط سيف، انا مثلا مسيف واحده، تمام، تضغط سيف يقول لك سيف على طول، مش هياخد معاك وقت. هتسحبه عندك في برنامج فوتوشوب، تحطه هنا مثلا كده، اختار ايه واختار اللي هي اللي تحت ديت، ده لو انت فاهم كويس فوتوشوب، وامسح الباك جراوند اللي هي الخلفيه، اضغط على حرف الفي، انقل السكنه تبعك، ومبروك عليك معاك سكن. وليكن مثلا انا اشيلها احطها كده مثلا واحطه هنا، تمام، ومثلا زميلي هنا او ايا كان في حاجه في النص، انت بقى ومخيلتك وابداعك. الحاجه الثانيه او الثالثه اللي هي المفروض بقى تعملها، هسيب لكم تحت في الوصف رابط لليوتيوب ورابط لموقع تحميل مجموعه ملفات. زي ما انتم شايفين الملف دوت في وسط الموسيقى بيتكلم عن عندك خلفيات كتير تقدر تستعملها، تمام، عندك مجموعة كبيرة من النار والكلام دوت حسب برضو خيالتك والكلام ده، عندك مجموعة كبيرة من السافار اظن او الليزر دوت، عندك كمية كبيرة من التكست اللي ممكن تستعملهم لبرنامج الفوتوشوب، وكمية اضافات يعني بص ما اقولكش انت هتاخد راحتك فيها، الاشخاص وسكنات وحاجات تانية جدا كتير وحوش والكلام ده، وده كله جاهز في رابط واحد مباشر وطبعا تحت الوصف. وليكن مثلا هتلاقوا عندكم بالشكل ده، ده تنظيم انا الشخصي، دي مجموعه حاجات انا عندنا. السهم زي ما احنا قلنا اللي كان موجود هنا هوت، السهم موجود معانا هنا اهو وجهز وكل حاجه، يعني ما تعبناش فيه ولا اي حاجه تعب فيها. وكان عنده ايه تاني؟ جينا نشوف مثلا عنده الظل اللي كان هنا دوت، تمام، ممكن نلاقي هنا شويه اضافات برضو تانيه، عندك هنا خلفيات حلوه، عندك هنا لوجو ماينكرافت، عندك هنا بعض الاسهم، بعض الاضافات زي شمس، كوكب، حمام، حاطين حمام، زرع، عندك حاجات دي جدا جدا كتير، عندك هنا فونتات كتير، وعندك حاجات اكتر من كده ومن كده في الرابط اللي تحت، هتلاقوا بحث على اليوتيوب عن الفيديوهات جدا كتير متنوعه عن اشخاص بيقدموا الحاجات دي كلها، ممكن انت تنزل تاخد راحتك في الكلام ده كله. انا ممكن مثلا اعمل كده، اسحب ديت، اعمل كده اهوت مثلا، نظبط الزاويه بتاعتها، تحس انها ملائمه عليها شويه، تحس انها ايه تبدا تركب انت بقى مع حالك، تحط التكست اللي انت عايزه وتظبط الحاجات دي كلها كده. ده الشرح الثاني، اهم حاجه تكون فايدك، اذا اشتغلت لك واشترك فعل زر الجرس زي ما انت لسه جديد في القناه، وان شاء الله انتظروا مني سلسله شروحات اكتر واكتر. بس اسيبكم رعايه الله.